أرسل مع دروس النحو الموجهة لتلاميذ الثامن أساسي. الدرس هو بعنوان أفعال القلوب والتحويل أثرها في الجملة معنويا وتركيبيا، في إطار طبعا المحور المتعلق بالوظائف الأساسية في الجملة الفعلية المركبة. الأمثلة: إذا وجد الصياد كنزا، فعل، وجد فعل، الصياد فاعل، وكنزا مفعولا مفعول به. رأى الفتى منظرا حاله، رأى فعل، الفتى فاعل، ومنظرا إذن مفعول به. فهاتان جملتان إذن هما جملتان فعليتان. وجد ورأى في هاتين جملتين هما فعلان حسيان استعملت فيهما الحواس. الجملة الموالية إذن: وجد التلميذ العلم نورا، إذن وجد فعل، التلميذ فاعل، والعلم مفعول أول، ونورا مفعول ثاني، نورا إذن مفعول ثاني كما قلنا. فوجد هنا كما نرى هي مختلفة عن وجد الأولى، وجد الثانية في هذه الجملة، وجد إذن هي معنوية ليست حسية يعني قلبية، يعني هو استنتج أن العلم نور لأنه وجد نتائجه طيبة. الجملة الموالية: ظن القدامى السماء قبة زرقاء، ظن فعل، القدامى فاعل، السماء مفعول به أول، وقبة زرقاء مفعول به ثاني. ما الفرق إذن بين وجد في الجملة الأولى ووجد في الجملة الثانية؟ الجملة الأولى وجد الصياد كنزا، والجملة الثانية وجد التلميذ والعلم نورا. إذن وجد الأولى إذن حسية مادية، وجد الثانية قلبية. إذن ما هي أفعال القلوب؟ أفعال القلوب إذن هي أفعال تستعمل، هي أفعال تستعمل للتعبير عن أمور تقع في النفس كالمشاعر والآراء والأفكار، هذه إذن هي أفعال القلوب. إذن لنتعرف الآن عن أفعال القلوب. ما هي أفعال القلوب؟ أفعال القلوب إذن تنقسم إلى ثلاثة أنواع: ما يدل منها على اليقين، ما يدل منها على الرجحان، وما يدل على الشك. علم مثلا تدل على اليقين، رأى تدل على اليقين كذلك، وجد تدل على اليقين، وألف تدل على اليقين، لكن ظن وحسب وخال وعد هذه كلها تدل على الرجحان، وزعم تدل على الشك، زعم تدل على الشك. هذا بالنسبة لأفعال القلوب. نمر الآن إلى أفعال التحويل. جعلت ظلام ليله يتبدد، صير الحرفي الطين الخزفي عفوا الطين جرة. هاتان جملتان فعليتان بسيطتان. صير إذن وجعل كلاهما فعل يفيد التحويل. فإذا الطين كانت مادة، مادة أولية، فإذا حوله وصيره هذا الخزفي، هذا الحرفي إذن أو الخزفي، إلى جرى. جعل الظلام ليله يتبدد، إذن هذا الظلام أصبح نورا إذن بفضل طبعا المساعدة أو ما إلى ذلك. إذن ظلام ليله هو مفعول أول، ويتبدد مفعول ثاني، ظلام ليله مفعول أول جاء مركب كما نرى إضافي، ويتبدد مفعول ثاني جاء مركب إسنادي فعلي. الطين إذن مفعول به أول مفردة، وجرة مفعول به ثاني مفرد. فعل التحويل إذن ما هي؟ فعل التحويل تستعمل للتعبير عن نقل أمر من حالة إلى أخرى، وهي إذن صير، جعل، اتخذ، رد، وإذن ترك. هذه أفعال التحويل. لدينا إذن جمل هنا، هذه جمل إذن اسمية. النار أفضل الأشياء التي لديه، العدل أساس العمران،
هذا الحب غير الفتى وطهر نفسه من الآثام. هذه جمل اسمية. سنرى إذن كيف ستتحول هذه الجمل من جمل اسمية إلى جمل فعلية بفضل إن شئتم أفعال القلوب. إذن أفعال القلوب، إذن كما نرى هنا وجد النار أفضل الأشياء. إذن النار أفضل، النار إذن مبتدأ وأفضل الأشياء التي لديه خبر. إذن هنا أدخلنا وجد، فإذن أصبحت هذه الجملة فعلية. وجد النار، وجد إذن هو طبعا، وجد هو الفاعل إذن مستتر، النار مفعول أول وأفضل الأشياء لديه مفعول ثاني، الفيت فعل وفاعل، والعدل مفعول أول وأساس العمران مفعول ثاني، وأصل الجملة هو العدل مبتدأ أساس العمران خبر. الجملة الموالية، رأيت هذا الحب غير الفتاة، أصلها الحب، هذا الحب إذن مبتدأ، وغير الفتاة إذن وطهر نفسه خبر. فإذا تصبح هذه الجملة فعلية بفضل طبعا هذه الأفعال التي دخلت. هذه الجملة أصبحت فعلية بعد أن كانت اسمية بفضل هذه الأفعال التي دخلت عليها. نقول إذن تدخل أفعال القلوب والتحويل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا، فيعرب المبتدأ مفعولا أول ويعرب الخبر مفعولا ثانيا. هذا بالنسبة للقاعدة. ثم خال القدامى في هذه الجمل، إذا سنتبين أشكال النحوية للمفعول الأول والمفعول الثاني. خال القدامى السماء قبة زرقاء. إذا خال فعل من أفعال إن شئتم القلوب، القدامى فاعل، والسماء مفعول أول مفردة، وقبة زرقاء مفعول ثاني مركب نعتي، يعني مركب اسمي. ظن الأب أن ابنه مريض. ظن إذن فعل من أفعال إذن الظن أو القلوب، الأب فاعل، وأن ابنه مريض إذن مفعول به. وإذن كما نرى ابنه مريض هنا طبعا هو مركب إسنادي مسبوق بأن، مسبوق بأن، مصدر بأن. نستطيع أن نقول رأينا أن نؤثر السلامة، رأينا فعل وفاعل، وأن نؤثر السلامة مفعول به، إذن نؤثر السلامة مركب إذن إسنادي كما نرى فعلي، وهو مسبوق بأن، أن المصدرية. زعم ابن أبي العجوز أن الدساسة تلد. إذا زعم فعل من أفعال إذا القلوب، ابن أبي العجوز فاعل، وأن الدساسة تلد إذا مفعول به، مفعول به إذا كما نرى مصدر بأن. ظن الأب ابنه يتمارض. إذا ظن إذا فعل من أفعال القلوب، الأب فاعل، وابنه مفعول به، ويتمارض مفعول به ثاني، إذا مفعول به الأول مركب إذا إضافي، ويتمارض مفعول به ثاني مركب إسنادي. إذا بالنسبة للقاعدة هنا، يرد المفعول الأول إذا لفظا مفردا أو مركبا اسميا أو مركبا حرفيا، ويرد المفعول الثاني لفظا مفردا ومركبا اسميا أو مركبا حرفيا أو مركبا إسناديا. وقد يقع المركب المصدر بأن أو بأن موقع مفعولين، مفعولي أفعال القلوب كما رأينا. إذن ظن الأب أن ابنه مريض هنا كما نرى، إذن وقع إذن المركب مصدر بأن موقع مفعولي أفعال القلوب. قات ميز ما يلي من الأفعال المسطرة بين ما هو حسي وما هو قلبي. وجد أباه يرتل القرآن. إذن وجد، إذن رآه ببصره، إذن بعينه، فأيضا وجد هنا حسية. وجدت أكثر الناس لا يصلون إلى كنه الأشياء. هنا طبعا وجد هنا قلبية. رأى الشاعر البركة فوصفها، إذن حسي. لا يجد الشباب العمل سهلا، هنا إذن لها معنى قلبي. السؤال الموالي، إذن أدخل الجمل التالية
ما يقتضيه المعنى، أدخل على الجمل التالية ما يقتضيه المعنى من أفعالي القلوبي أو التحويلي. هنا لدينا إذن جمل إذن سأعرضها عليكم أولا، وهي: خير إخوانك المعين لك على دهرك، الأميرة تحب الطيور، أكل الخنزير من المحرمات، الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. دخلنا عليها وجدت خير إخوانك المعين المعينة لك على دهرك، وجدت فعل وفاعل، خير إخوانك إذن مفعول به أول، والمعينة لك على دهرك مفعول ثاني. خلت الأميرة فعل وفاعل، خلت فعل وفاعل، الأميرة مفعول به أول، وتحب الطيور مفعول به ثاني. علمت أكل الخنزير من المحرمات، علمت إذن أكل الخنزير من المحرمات. ثم ألفيت الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال، ألفيت يعني بمعنى وجدت الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. هذه إذن ربما من الأسئلة التي ترد في الامتحان. نواصل مع التطبيقات إذن دائما وأبدا. وإذن الفعل إذن أو الجملة التي أمامنا: أكوام التين رماد، أصل الجملة، أصل الجملة إذن أكوام التين رمادا. دخلنا عليها حول، فنقول إذن حول أكوام التين رمادا، حول إذن فعل، والفعل مستتر، أكوام التين إذن مفعول أول، ورماد مفعول ثاني. رأيت معاتبة الأخ خيرا، إذن هنا إذن لابد من إضافة إذن الألف، خيرا إذن من فقده. إذن رأيت فعل وفعل، معاتبة الأخ إذن هذا مفعول أول، وخيرا من فقده مفعول ثاني. نمر إلى التطبيق الموالي. إذن عين مفعولي أفعال القلوب والتحويل في الجمل الموالي، وبين الشكل النحوي لكل منها. الجملة الأولى: يا بنت قرطاجنة كذب الأولى زعموك كلا في الحياة غثاء. الجملة الموالية: قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. صدق الله العظيم. الجملة الموالية: لما مات وحيدها ألفت الدنيا حولها فارغة لا معنى لها، فهجرت المنزل الذي كانت تسكنه إلى بيت خرب نازح عن العمران. لدي جمل إذن ووضعتها في جدول. الجملة الأولى: زعموك كلا في الحياة هباء، إذن زعموك زعم فعل من أفعال القلوب. والكاف إذن مفعول أول وهي ضمير، وكلا مفعول ثاني وهي مفردة. يحسبه الظمآن ماء، إذن الهاء مفعول أول وهي ضمير، ماء مفعول ثاني مفردة. لم يجده شيئا، إذن مفعول أول إذن ضمير، وشيئا مفردة. هذا إذن بالنسبة للدرس المتعلق بأفعال القلوب والتحويل. وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم.